إلى اللحظة اللي راني معكم التصوير مازالو حابس يعني لأسباب تاع الكونفينمون، لأنه رانا دخلنا في المرحلة الثانية نتاع الكونفينمون. دوك الطاقم نتاع طاقم الإنتاج سور أنه راه يخمم كيفاش يعني نعاودو اون فا ريبروند لو تورناج. مي أنا متأكد باللي بعد الكونفينمون راح تكون لا ريبريز نتاع البورسونتاج، لانه راه الفيلم ربما راه عنده تقريبا واقيلا واحد 60% او 50 الى 60% اللي تم التصوير تاعو، والباقي راح يكون بعد الكونفينمون. بصح باش نقول لك نعطيكم يعني اون دات بريسيز هكذا ما نقدرش، لانه ما عنديش فكره. صح انه هو راه موجدينه الموا سبتمبر انه باش